تعالوا كده نشوف عن آخر الاستعدادات اللي موجودة في معرض الكتاب، ونشوف طبعا يعني إيه اللي بيحصل والاستعدادات شكلها إيه، وإيه الفرق بين معرض الكتاب في الدورة السابقة وهذه الدورة، خاصة إحنا ما زلنا في احترازات كورونا وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا. خلينا نروح لهذه المداخلة دكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني دكتور كلمنا كده عن، أنا شايفة الصورة بتقول إنه في صورة كده مشرقة وفي إن شاء الله يعني افتتاح عظيم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فكلمنا عن الاستعدادات وهذا العام. هو الحقيقة إنه المعرض ده بدأ الاستعداد ليه من بعد انتهاء الدورة السابقة الاحترازية الاستثنائية اللي كانت في شهر 6 بميعاد استثنائي. وبدأت بالفعل في الترتيب لكل حاجة على أساس المعرض يرجع تاني في تحدي آخر لموعده الأصلي في الأسبوع الأخير من يناير في كل عام، لأنه ده معاد المعرض في الأجندة الدولية، وده للحفاظ على دولية المعرض أيضا. أنا أظن أنه معرض القاهرة مثل هذا العام قاطرة لصناعة النشر في العالم، لأنه الحقيقة لما أقمنا المعرض في شهر 6 اللي فات ده شجع معارض كتير أنها ترجع من الحالة الافتراضية إلى الحالة الواقعية مرة أخرى. يعني أقدر أقول لحضرتك أنه تقريبا المعرض دلوقتي اتبنى أو اتبنى معظمه كديكور، لأنه احنا بنبنيه كله، كل دورة النشاط الثقافي تم تحديده. معالي الوزيرة النهاردة تفقدت معرض كتاب الطفل، وده لأول مرة هيكون معرض مستقل داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأنشطته وبفعالياته وبأجنحة كتبه، وأظن أنه ده هيبقى إضافة قوية جدا للمعرض هذا العام، يعد يعني لمسة جديدة بنقدمها لأطفالنا. كمان عندنا السنة دي حاجات جديدة كتير على المنصة الإلكترونية للمعرض اللي أطلقت في شهر يونيو الماضي. الحقيقة أنه مع إطلاقها إحنا بنطورها أول بأول، بحيث أنه يبقى عندنا بيع للكتاب الرقمي وبيع إلكتروني للكتاب الورقي بنظام البوك ديليفري، يعني حضرتك ممكن تشتري الكتاب من على المنصة يوصلك للبيت عن طريق هيئة البريد اللي بتقدم الحقيقة أسعار منافسة جدا، كأنها مش أسعار أصلا للشحن مقارنة بأسعار القطاع الخاص. كمان في جولة افتراضية، يعني حضرتك تقدري تزوري المعرض من على المنصة، والجولة دي تم تطويرها هذا العام بحيث أنه يبقى فيها كمان معرض كتاب الطفل موجود على الجولة الافتراضية. طب يعني هل هنا يا دكتور فعلا الكلام اللي بتقوله، اذا احنا اللي مش هيقدر يروح معرض الكتاب لاي اسباب، كمان احنا عارفين انه مازال في انتشار لفيروس كورونا، وده برضو يعني الناس اللي مش هتقدر تروح هيقدروا يتابعوا المعرض افتراضيا على ويشوفوا الاجنحه ويختاروا، ممكن الاولاد يروحوا، يعني ممكن يبقى في تنظيم للاسره مين يروح مين ما يروحش، في النهايه ممكن الجميع يتابع المعرض بشكل او باخر افتراضيا او على الواقع. يعني هو الحقيقة احنا بنشتغل بفكرة انه اللي مش هيقدر يجي المعرض لأي سبب المعرض يروح له بكل ما يقدمه المعرض للجمهور، هيبقى متاح على المنصة بشكل قوي. لكن طبعا الحالة، حالة المعرض، حالة الوجود في المعرض طبعا دي حالة مختلفة، يعني بقت أكيد تحولت الى حدث قومي وحدث عائلي مصري، جزء من يعني جزء من نزهات العائلة المصرية، بقت الثقافة جزء منها داخل معرض الكتاب. أكيد. هل هتعود أنشطة الندوات، وأيضا أنه يبقى في مثلا أصحاب الكتب اللي بيبقى في حوار بينهم وبين يعني زوار المعرض، هل هذه الأنشطة هتعود أيضا في الواقع؟ بالطبع السنة دي احنا راجعين ببرنامج ثقافي على أرض الواقع، لكنه بيراعي كل الإجراءات الاحترازية. يعني احنا راعينا أن ما فيش ندوات في أماكن ضيقة مثلا. طبعا فكرة نسب الحضور هتبقى مؤكد عليها ومراقبة من وزارة الصحة مثلا، علشان كده عدد الفعاليات في البرنامج الثقافي الواقعي بقت أقل شوية من اللي احنا متعودين عليه دايما، لكن نقدر نقول ان احنا رجعنا تاني بشكل كبير للأنشطة الثقافية اللي مضاف إليها السنة دي الحقيقة جانب مهم جدا أنا بعتبره شخصيا نقلة في تاريخ معرض الكتاب. أنا بتكلم عن البرنامج المهني،
والبرنامج المهني برنامج بيستهدف تطوير صناعة النشر وتطوير الشباب الجداد اللي داخلين صناعة النشر. مجموعة من الورش التدريبية هتعلم شباب الناشرين ازاي يديروا دار نشر وازاي يديروا مشروع نشر بشكل منهجي وعلمي ويقدر يحقق منه مكسب ويؤدي فيه رسالة في نفس الوقت. وده هيمشي برضو مع يعني تصورات الدولة في فكرة يعني ريادة المشاريع الصغيرة، ان انا ممكن ابقى ناشر صغير عندي مشروع صغير ولكن اقدر كمان اعرض اللي انا بنشره في حاجة زي معرض الكتاب او يبقى عندي هذا المشروع الصغير. اعتقد دي كمان هتبقى فرصة جيدة جدا. يعني بالفعل حضرتك اضفتي من شوية اشرتي لي فكرة استكشاف المواهب طبعا، واظن انه المعرض كمان هيعمل ده بشكل عملي شوية إلى حد كبير، لأنه عندنا اللي نقدر نقول عليه يعني هيبقى فيه كاونتر داخل صالة العرض. الكاونتر ده هدفه الأساسي إنه أي حد موهوب من ربوع مصر كلها في حاجة لها علاقة بالنشر زي تصميم الأغلفة أو رسوم كتب الأطفال يقدم لنا السي في بتاعه، واحنا هنقوم بدور يشبه دور الوكيل لتعريفه بالناشرين. ده هايل. هل في صفحه كامله يا فندم بقى على الانترنت هتبقى موجوده خاصه بمعرض الكتاب، يبداوا الناس من دلوقتي يعرفوا الاجنحه والكتب اللي نازله والحاجات دي، هيبقى موجود متوفر المعلومات بالجدول والانشطه وكل هذه الاشياء؟ بالفعل تم اطلاق الدوره النهارده في المنصه الالكترونيه، يعني ممكن من النهارده يحصل بيع تذاكر من بعد المعرض، من بعد المؤتمر الصحفي بنفتح باب البيع ويقدر الناس يشوفوا مين هم دور النشر المشاركه ويقدر يشوف اي كتب مشاركه. تقريبا نقدر نقول انه مش اقل من 70% من العناوين اللي موجوده في المعرض موجوده على المنصه بمعلومات كامله. ده شيء رائع جدا الحقيقه. دكتور هيثم احنا كلنا متشوقين، انا اول واحده يعني بحب معرض الكتاب ده، وبحس ان انا وانا راجعه كده من المعرض ومعايا ذخيره كده من الكتب هتبقى جنبي وهتكمل معايا، بحس كده ان انا يعني بقدم للذات كده والنفس هديه حلوه. القراءه والكتب اجمل حاجه ممكن الانسان يهادي بيها نفسه ويهادي الغير، فاعتقد انه ان شاء الله نتوقع دوره ناجحه لمعرض الكتاب، سواء أيضا للهيئة العامة للكتاب ولهذا المعرض، وأيضا للمواطنين اللي هيروحوا يستمتعوا بهذه الثقافة. دكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.